انطلقت فعاليات الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس في نسخته الثانية، حيث أكد رئيس الجامعة على أهمية هذا الملتقى التوظيفي للطلاب والخريجين للتعرف على آخر مستجدات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لهم في كبرى الشركات لإكسابهم مهارات جديدة. التوظيفي لجامعة عين شمس في نسخته الثانية والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، حيث يستهدف الوقوف على احتياجات سوق العمل وربطه بالتعليم الأكاديمي. العصر الجديد ده فيه وظائف ما بتبقاش موجودة وفيه وظائف بتستجد، فأعتقد أخباك إن ده دور الجامعة، إن هي يعني بترسم رود ماب لكل طالب على أساس إن دي تساعده في إن هو ما يخش الحياة العملية يكون مؤهل ليها. في بعض الأحوال ممكن تكون المناهج الأكاديمية ما بتخدمش الحتة دي قوي، فبيبقى في جزء واخباك من السكيلز لازم يكتسب من خلال واخباك مركز التوظيف، اللي هو يمكن حاجة كده كان جامعة عين شمس كان ليها المبادرة يعني واخباك ان هي تعملها، فده الهدف منه. يشارك في الملتقى الذي يستمر على مدار 3 أيام عدد كبير من الشركات والمؤسسات بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريج الجامعة مع الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التدريبات لهم في مختلف التخصصات. النهاردة بنستهدف طلاب وخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، بكرة إن شاء الله مستهدفين طلبة وخريجين كلية التجارة، يوم الاثنين مستهدفين طلبة وخريجين كلية الآداب والألسن والحقوق والتربية. معانا في الفعالية بيشارك أكثر من 35 شركة من الشركات الكبرى العالمية اللي موجودة في سوق العمل. الشركات بتوفر فرص تدريب وتوظيف، بيديني ان انا فرصة ان اتعرف على كل فرص العمل وعالم التوظيف قبل ما اتخرج، بحيث ان انا لما هتخرج مش لسه هبتدي ادور من الاول على فرص عمل وكده، هبقى اوريدي انه قدمت مثلا وشفت كذا شركة انا عايزة اقدم فيها. ويتضمن الملتقى انشطة مختلفة، منها معرض توظيفي، محادثات مهنية، دوائر ارشاد وتوجيه، بهدف مساعدة الطلاب والخريجين في بداية حياتهم المهنية لاتخاذ قرارات صائبة في مسارهم المهني. ملتقى التوظيف السنوي بجامعة عين شمس يأتي ليوفر فرصة كبيرة للطلاب والخريجين للتعرف على آخر المستجدات في سوق العمل وحجم الفرص المتاحة من قبل الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، في وقت تزداد فيه المنافسة في سوق العمل وتحتاج لمهارات متعددة. أسمع حسن.